السلام عليكم بنات، اهلا وسهلا بكم متتبعين والمتتبعات الاوفياء. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم جيتكم فيديو جديد، فلوق جديد معايا. انا دائما كنوريكم بلايص زوينين، بلايص اللي ممكن ان الناس ديال بني ملال يخرجوا ليهم ويمشيو يفوجوا كما كتشوفوا معايا هنايا. واحد البلاصه اللي الصراحه زوينه بزاف وبارده، كيقولوا لها عينيكو او ايتيكو، بحال هكا ايتيكو. في الطريق كتفوتوا البنات غرب العلام، طريق قصيبه كتبان لكم واحد العين كاينه تحت الارض. المهم كما كتشوفوا راه موجود فيها كل شيء، كتمشيو عند هاد الناس اللي الصراحه الله يعمرها دار واثمنه جد مناسبه. عند الاخت حنان اللي كتوجد طويجنات، الا ديتو معكم الماكله ممكن انكم تطيبوها تما، الا ما ديتوش معكم راه هي كطيب لكم حسب الطلب ديالكم شنو بغيتو. كاينين طواجن، كاين الكفته، كاين اي حاجه تشهيتوها موجوده. كاين بزاف ديال العائلات، والصراحه بلاصه زوينه وهادئه، وكاين الماء ومبرده صراحه. تدي وليداتكم هكا يبدلوا الجو، وكتمشيو في الصباح تجيو في العشيه. وكاين حتى الناس اللي كيبغيو يباتوا، كاين عندهم نيت هي كتكري البلايص اللي كيباتوا فيهم الناس. صراحه زوينه، وفي العشيه كما كتشوفوا هاد السيده هادي كتصاوب المسمن، كيديروا اتاي، كيديروا قهوه، كيديروا يعني اي حاجه بغيتوها كتلقاوها. الا ديتو معكم الماكله ديالكم والبوطه وداكشي راه كطيبوا بوحدكم، كتكريو من عندهم هما غير البلاصه فين كتجلسوا. وكاين بلايص اخرين عاوتاني ما كيتكراوش، يعني كتوصلي وكتفرشي. صراحه عندهم داكشي زوين واثمنه جد جد مناسبه. نتمنى ان هذا الفلوق هذا ينال الاعجاب ديالكم. صراحه هاد البلاصه هادي عمرني انا ما عرفتها، حتى شفت واحد السيد حاطها في الفيس، وانا نقول للزوج ديالي علاش لا ما نمشيوش ليها. والصراحه ما ندمتش، لان اول مره بالنسبه لي انا اول مره كنمشي ليها، عجبتني زوينه بزاف. ونتمنى حتى نتوما انكم تزوروها لانها تستحق الزياره، وتشجعوا هاد الناس هادو اللي كي الصراحه كيخدموا من القلب ديالهم، وناس بسطاء وناس الله يعمرها دار. وكنبغي نقول لكم حتى نتوما شكرا على المتابعه ديالكم ليا، ونتمنى ان الفيديو يعجبكم، وخليكم مع الفيديو. عواد بن عقول تني غير ما نامونا، اوا خويا وا واشي وا غورا شوا، اوا يا غي غمو زايدو يا ميسيري، اوا هكا زايدو يا ميسيري،
جدا ورد ويدي خيونو عدا يزيد المين غنى مانو اوا غورا واشي وغورا شوا يعني ثمو دايتو غنات أول ما نقول في تاني شيء.